call me a god. والله نخسر كثير كثير في الفاست ترابل، بس كما قلت ما مهتم صراحة بالفلوس الحين، أردي قريب من أني أوصل للأسطورة لملك القياصمة، وبعدين عاد بتكون لعبة ثانية مختلفة تماما. The Three Brothers، جزيرة الأخوة الثلاثة. جزر القراصنة ما أتوقع أنها منها فايدة أصلاً. هاي. Make your shit coin and piss grog. نشوف ما الدخان هذا. نقطة البيدار. نهرب البحر ما راح يفيدنا، ونرجع الى انتقال سريع، نرجع لهنا للسكان. اوكي هنا في عملية توصيل، اقدر اطلع من هنا اغرق السفن اشيل المواد. ارجع لهذه السفينة بعدين واحنا ماشيين، او افضل اجي هنا اقرب هنا عشان الفاست قبل يكون ارخص، بس ما بيكون ارخص كثير فما فارق اصلا، بس نصور نجرب. يا ايها المارق اعطني بعضا من الاموال، ما عندهم. May the seas swallow your enemies. استغرب ان هذا المكان كبير، المفروض انه يتيح لنا تاجر اخر. تاجر عادي، مشروب، قنابل. نبحر مثل ما قلنا للجهة الثانية أو للجزيرة الثانية، أقرب جزيرة، وإحنا في الطريق نغرق شيء من السفن اللي موجودة هنا. هذا السفن نشوف. What is that? Get moving you rascal. كانت ليفل 8، ليش اعطاني 190؟ يمكن عشان انها مهمة من مهام التوصيل. شوف هذا كأنها سفينة تجارة. شراب قوي، الشراب القوي قيمته زينة. هذا شراب قوي، شراب شديد. وش الفرق بين الشراب القوي والشراب الشديد؟ هذا الشراب القوي اللي قبل شوية. ما عندنا دوريان. تقدر تتحمل ضرر الهجوم طاقة أفضل من الهجوم.
بس 50% يكون الأسرع إعادة تعبئة التحمل أو الستامنا. إيش اسمها؟ إيش تكون ستامنا بالموضوع؟ اللياقة؟ أتوقع اللياقة. نشوف ايش عندهم في الموضوع. بس وصلنا ما بعيدة. اسكان واحنا رابطين للنيترا. للنيترا سفينتنا ليفل 9. اتوقع انك نخلص مهمة او مهمتين. اذا كان يعني الجوائز فريدة من نوعها اتوقع انها بتكون بعيدة، خصوصا انه كل الصرفيات السفن ما صنعت. يعني انا صنعت صرفية واحدة على قوة 130 والحين عندي 360 اتوقع 390. فاللعبة تعطيك جوائز هنا على الاقل جوائز اللي توصلك لليفل 10 تحتاج دراهم. ومن بعد اتوقع هناك يكون يعني بعد ليفل 10 اللي هو 11 12 اتوقع على 15 تقدر توصل. هذه بتكون شويه فيها جرايند حقيقي. بس في بدايه اللعبه اشوف البائع اللي هنا وش ممكن مارق سفينة محطم. مستحيل يكون هذا الشخص الوحيد اللي يبيع في هذه الجزيرة، خصوصا انه نتردد على مهام كثيرة هنا. شكل هذا المكان بالضبط بيكون فيه كنز. ليش ما رحت اشيك هذا البائع؟ هنا nothing new for trade I'm afraid. Oh, it's rare to find a roaming pirate on this forsaken isle. Most ships coast by without so much as a thought for us. Castaways we are. A scraggly lot living off the spoils of the doomed. Don't suppose you've come this far for nothing. Is it trade that brought you to these shores? Might your ship's maiden name be Yanita? Of course, who else would travel to this desolate shore? Well, if you are here for, business, take a gander at our wares and worry not about prying eyes. What we are able to scavenge may surprise you. What? ما عندهم فرص. غريب صراحة. بس عرفنا موضوعه. هذه حلقات صادوها من السفينة. نرجع للتاجر اللي على البحر ونرجع للسفينة ونشوف. اتوقع لحد ما نوصل للجزيرة. أي الرئيسية سانت إن وبعدين بنخلص كل ما في أي عملية مفيدة. انتقال سريع وأقرب جزيرة سي بيبل شعب البحر. نشوف ايش نقدر هنا على الأقل. على الأقل عملية بيع واحدة. أشوف كل المكان في أواسط اللعبة فقراء. من الأعماق في شخص كان يسألني. أوه زعماء. أوروبورس كان. أوروبورس بشوف دو. Blessings of Razan be upon you. السفن. لا لا هذا أقوى سفينة. هذا وش الأوروبورس؟
وين اسم السفينة؟ سنو نظام تحليل مواقع ديناميكي سنو وين مكتوب الاسم؟ أظن البادوكانج هو الاسم فالأوروبورس ما أشوفه ما مكتوب الأوروبورس غريب هل ما كل السفن موجودة؟ نرجع سنتين نبيع صدفيات السفن ومن ثم نروح للجزيرة أتوقع إنه ما بي... ما بيكون يعني. النجار وش تشتغل؟ ما يشتري الأشياء غريبة. يعني هيك كيف أتخلص أنا من طاولات May the sea rise up to meet you, Captain. Scarlock is deceptive. The end of an ox is brief, and the end of a lie is brief, is what my father. It was an honor serving you, Captain. رحنا مطارد المراقبين. هذا أصلا أنا جيت هنا قبل فترة وما قدرت أحصلهم. نشوف أقرب مكان. هذا اللي فوق ولا تحت هنا نشوف اذا نقدر نبيع او نشتري حاجه نبيع اقصد مع هذا تاجر شعب البحر هلو بيرات درات ما في شيء نبحر للمهمه هذه نشوف السفينة إذا نقدر نغرقها ولا لا لأن آخر مرة لما دخلت لنفس المنطقة هذه ما شفت ولا سفينة من س... يعني في غلطة كانت اللعبة فيها غلطة وما تقدر تحصل السفينة ما كانت موجودة السفينة في البحر لما خلصت هذه الرحلة رحلة البيع اللي اتوقع او اشوف انها ما جالسة تفيدنا او ما استفدنا لحد الحين انا 57 تقريبا بعد 57 الحين عندي 57 سويت فاست ترافل كثير خسرت فلوس كثير ما كتبت حتى في النوت من وين افضل مكان تبيع بس اقدر اراجع الفيديوهات واسجلها في وقت اخر يعني للحين ما حصلت الانتراكتيف ماتش ماب تعال تحصلها تحصل الانتراكتيف ماب وفي مكان في الاماكن اللي تقدر تشتري منها بعض الحاجات وتبيع فيها هذه طريقة تقدر يعني انك تتاجر في اللعبة بس للحين ما شفتها بس نعرف ان هذا المكان اللي تكلمنا فيه عن الجلتش الحالي هذا السفن Oh!
كانهم بدو يدمجون. بحيث اننا نستفيد يعني على قد ما نصرف يمكن فاسترق. انا اريد اكرر اعتذاري عشان الصوت شوية هالفترة مرض صوتي اذا كان متغير الى حاجة فاعذروني. تجارة. يمكن هالحاجات اللي عنده واللي ما قادرين نتخلص منها في تجارة أخرى يعني نقدر عن طريق هذه المراكز المراكز التجارية اللي ما فيها فاسترا ما تنزل فيها على أقدامك. شوف من هنا سوي تفاعل أبيع نقدر نشتري هذا بأسعار أرخص نقدر نبيع هذا بسعر زين. نكمل الحين قضينا نص ساعة أكثر 40 دقيقة تقريبا وإحنا فقط حاولنا نتاجر. المشكلة إنها معبية كثير من المساحة يعني ما أخذ كثير من المساحة ولمدة اللعبة ما أخذنا في التجارة فالأفضل نبيعهم يعني هالوقت قبل أن نوصل للإند جيم ومرحلة زعيم القراصنة ملك القراصنة. المفروض هذا يشتري من عندنا. ايوه شراب شديد وفاء بس واحد اقدر اتوقع انه اجيب مبالغ اكثر. بروح للجزيرة المعنية بالبيع اللي هي هنا وببيع خلاص ببيع هنا ما بتوقف يعني ببيع كل شيء الا في حالة كان ارخص من السعر الطبيعي فما ببيع لكن اذا كان بالسعر الطبيعي ببيع. هذا الجلتش انك تبيع لما يكون مضاعف مرتين هذا بيكون مضاعف مرتين كذلك. نبيعهم ولا نخليهم والله كنت اريد ابيع بس ما عليش. مرسي كابتن. الحين عندنا مهم اديو شراء من هنا. نشتري قصب السكر نرجع لسانت إين نخلي يعني يقوم بالصناعة ونرجع ل إيش اسمها يا تجارة ولا إيش اسمها تلوك بنجارة ونفس الشيء نخلي يصنع الأفيون وبعدين نبدأ عمليات التوصيل اللي بتسوي ديسيبل للفاست ترافل. أربعين دقيقة من البيع أوكي. القائد وش عنده؟ What brings an esteemed VP?
عنده شيء بدل سيل سيفلي الوسيط وش عنده؟ خلينا هذا القريب. ما كان المفروض اني اشوف داجر هنا هذا ما اعرف اذا شفته اصلا ولا لا. اهوي اهوي.